عيسى، معقول انا محظوظه قوي كده اشوفك النهارده مرتين؟ وانت كنت عند وسيم؟ داليا بتشتغل معايا. ما قاليش يعني ان داليا هي السكرتيره الجديده. ايه، خايف تشوفني هنا كتير؟ لا طبعا. عموما ما تخافش، انا بحاول اقنع داليا ان هي تشوف لها شغلانه مناسبه. زي ما انت كده هتحاول تقتنع برأيي في كل البنود اللي اختلفنا عليها في الميزانية. لازم ارجع لمستر ياسر. انا واثقة ان هو اللي بياخد رأيك مش العكس. على الاقل بنتناقش. تمام. طب يا ريت بسرعة بقى، وما تكونش مكالمة تليفون، تيجي لي مكتبي زي ما جيت لي النهاردة. سارة، مساء الخير. مساء الخير. على إذنكم. على إذنك. معاك حق، لازم تلحقها طبعا، لا تفتكر إن أنا جاي لك مخصوص. ممكن أفهم أنت جاي ورايا ليه دلوقت؟ عشان عارف إن أنت مجنونة وهتفهمي غلط. واللي أنا شفته بعيني ده يتفهم صح إزاي؟ عالسلم؟ يعني ضاقت عليكوا الدنيا ما لقيتوش حته تانيه تتقابلوا فيها؟ طب يا اخي راعي مشاعري، ده سلم بيتنا برضو. شفتها صدفه، اختها بتشتغل عند وسيم وكانت جايه تزورها. اختها بتشتغل عند وسيم؟ يعني كمان زرعت اختها عندنا عشان يبقى لها فرصه تشوفك بيها كل شويه؟ يا ستي ولا زرعت اختها ولا حاجه، دي اصلا كانت جايه عشان تلاشي فيك شغلانه تانيه. لا والله، والمفروض ان انا كده بقى اصدقك. انا مش محتاجه اكدب عليكي. انا اللي غيظني ان انت كنت لسه عند الهانم الصبح، لكن ازاي ما قدرتش تستحمل لازم تيجي وراك بالليل عشان تشوفك تاني؟ وانت عرفت منين ان انا كنت عندها الصبح؟ كان نفسك معرفش طبعا، صح؟ ردي عليا. مستر ياسر هو اللي قال. يعني هو يبعتني ليها ويجري عليك يقول لك؟ انا اللي جرجرته في الكلام لما حسيت ان انت بقيت بتتسحب كتير من الشركه من غير ما تقول لي. ما انا ما جبتكيش تشتغلي معايا في الشركه عشان استاذنك في كل مشاويري. من غير استئذان يا عيسى، اعمل اللي انت عايزه، بس يا ريت تسيبني انا كمان اعمل اللي انا عايزاه. يعني ايه؟ يعني انا تعبت بقى، بجد تعبت. انا مش هفضل عامله فيها كولومبو ودايره الف وراك اشوفك بتقابل مين من ورايا. تضايقش نفسك. سامع يا خالتي بتقولي؟ حقك عليا، انا هخليها تيجي لحد عندك وتعتذر لك. حلوه قوي التمثيليه اللي كانت بره دي. تمثيليه ايه؟ ما صدقتي لقيتيه واقف معاها على السلم، قلتي فرصه تقلبيها خناقه؟ هو انت صدقتي ان الحربايه دي جايه لاختها فعلا؟ هو انت صدقتي ان انت غيرانه عليه بجد؟ ما انت لو غيرانه عليه بجد ما كنتيش تستني لغايه لما تشوفيه صدفه بالليل واقف معاها على السلم، كنت عملتي زي زمان وجريتي بسرعه ورحتي طبقه على زماره رقبته. اول ما عرفتي انه راح لها الشركه الصبح. ماما ماما لو سمحت من فضلك سيبيني لوحدي شويه. طبعا عايزه تخلصي مني عشان انا الوحيده اللي فاهماكي. فاهمه ايه؟ تتلككي لعيسى وتدوري على اي سبب يخليكي تضعفي قدام ياسر عشان خايفه تخسريه زي ما خسرتي المليون جنيه بتوعه معاه، صح؟ بس المليون جنيه بتوعه معاه يجوا ايه في بحر ملايين ياسر وفلوسه واللي جابهولك واللي لسه هيجيبهولك؟ اي ام غيرك كانت هتنصحني ابعد عن ياسر عشان ما يفقروش معايا. ولا ما تتفقريش معاه، مش ده برضو اللي انتي خايفة منه؟ على العموم أنا مش هنصحك بأي حاجة، بس لو ياسر ده عاوزك بجد يجي ويطلبك مني أنا مش هرفض، ده لو انتي موافقة. شفتي بقى؟ شفتي ان المشكلة مش فيا؟ مشكلة عندك. حب عايز ياسر وفلوسه، وفي نفس الوقت عارفة كويس قوي ان انت ما تقدريش تعيشي من غير عيسى. ايوه، بس لازم تعرفي حاجة مهمة قوي، مفيش حد في الدنيا دي بياخد كل حاجة. لازم تختاري. لو عايزة ياسر روحي لعيسى وقولي له بسرعة أنا مش عايزاك.
لو اخترتي عيسى من بكره الصبح مفيش مروح لشركه ياسر، انت فاهمه؟ أفضحك؟ آه، لكن أفضح نفسي ليه إن شاء الله؟ هو إحنا مش كنا متجوزين وإنت اللي قطعت الورقة؟ أنت مزعل أمل في حاجة؟ في إيه؟ طالبة إجازة مفتوحة، بتقول إنها تعبانة. خلاص تبقى تعبانة وعايزة إجازة، مش لازم ابقى انا اللي مزعلها يعني. ماشي، هي عاوزه اجازه، المفروض تطلبها منك مش مني. خلاص، هي عشان بس بقى لها يومين ثلاثه كده بتغلط في الشغل، وكمان مش مستحمله اي ملحوظات مني. ايه بس ده ما يخليهاش متعصبه قوي كده. هو انت بتقولي انا ليه؟ ما تروحي تقولي لها هي. ما انا قلت لها، قالت لي نفس الكلام. بس حاسه ان في حاجه مخبيها عليا. سيبك منها، مش وقتها خالص دلوقتي، انا كده كده ممكن اجيب مكانها اي حد تاني. بسرعه كده؟ يعني وقف الشغل عشان خاطرها ولا ايه؟ ياسر. رانيا. أنا عندي ميتنج مهم جدا، بعدين مش عايز أتأخر عليه أكتر من كده. سلمى. أنا آسفة، نمت وأنا بنايم يارا. سلمى أنا اللي آسف عشان تعبك معانا. ممكن ما تقولش كده؟ أنا كنت فاكرك هتجيبي يارا من المدرسة وخلاص، مش هتقعدي معاها لحد دلوقتي. على ما اتغدينا وعملنا الهوم وورك، شفت طفية ومعرفتش أسيبها لوحدها. كان لازم تقولي لي إنك هنا. كنت ناوية أمشي قبل ما توصل. أنا آسفة. مش هتلاقيني هنا تاني. سلمى أنا آسف، ما كانش قصدي أضايقك.